الحمد لله رب العالمين، كرم عباده المؤمنين وأثابهم الثواب الجزيل. نحمده فهو الملك البر المتعال، ونشكره على ما خصنا به من النعم والأفضال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع أقدارنا بشريعة الإسلام. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورسولنا محمدا عبده ورسوله، دعانا إلى الثبات على العبادات والمواظبة على الطاعات، فاللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه في كل الأوقات. إخوة الإيمان، نحن ما زلنا في بداية شهر شوال، شهر شوال الفضيل الذي يلي شهر رمضان، بعد أن خرجنا من رمضان ومن شهر العبادة والطاعة والقيام والصيام. فأقول من مظاهر الثبات على الطاعة بعد رمضان أن يثبت الإنسان على طاعته بعد رمضان كما كان في رمضان. وإن من أبرز مظاهر الثبات على الطاعة بعد رمضان صيام 6 أيام من شهر شوال، هذا طبعا عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهري. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. إذن هنا يبين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن من صام شهر رمضان كاملا ثم بعد أن انتهى رمضان وانقضى رمضان ماذا فعل؟ أتبع رمضان 6 من شوال، أي صام 6 أيام من شهر شوال. فمن فعل هذا كان كصيام الدهري، يعتبر عند الله ويكتب عند الله صائما دهره كاملا. طبعا إذا كرر هذا كل سنة يصوم كل سنة رمضان ويصوم 6 أيام من شوال. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام 6 أيام من شوال بشهرين، فذلك صيام السنة. احنا عندنا قاعدة فقهية تقول الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام رمضان بعشرة أمثاله يساوي أجر صيام 10 أشهر، ومن صام 6 أيام في العشرة 60 يوما، شهران، شهران وعشرة أشهر 12 شهرا، ذلك صيام السنة. ومن فعل هذا كل سنة فيكتب عند الله صام الدهر كله. قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: إن في استدامة الصيام في شوال، أي بعد رمضان، أي أنك تصوم كل سنة في شوال 6 أيام، تأكيدا للثبات على طاعة الله بعد رمضان، ودليلا على قبول صيام العبد وتوبته في رمضان. إذا لما تصوم 6 أيام من شوال يدل على ماذا هذا؟ على أنك ثابت على طاعتك، لم تكن طاعتك ظرفية أو موسمية، لم تقتصر طاعة الصيام أو عبادة الصيام على رمضان، هذا أولا. ثانيا هذا دليل على قبول صيامك، دليل هذا يدل على أنه ربي سبحانه وتعالى أنه قد قبل صيامك في رمضان. ثالثا هذا دليل أن العبد قد تاب إلى الله ورجع إلى الله. وقد قال أحد التابعين: الصيام في شوال بمثابة الكر بعد الفرار. يعني كما في الجيش، الجيش إذن يفر يتراجع ليكر من جديد على العدو، فالصيام في شوال هو بمثابة الكر بعد الفرار. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وستا من شوال فقد صام الدهر. حديث رواه ابن حبان وهو صحيح. وخياني أوصي نفسي وإياكم بصيام هذه الأيام الست من شهر شوال لما فيها من الأجر والفضل والمكرمة، فلا تحرموا أنفسكم فضلها، ويمكنكم صيامها متتابعة أو متفرقة. تجم تصومها كلها 6 أيام متتابعة في شهر بعضها، وتجم تفرقها كل أسبوع تصوم فيه نهارين، الاثنين والخميس، الاثنين والخميس، الاثنين والخميس، وبذلك يعني تتحصل على أجر صيام 6 من شوال. واعلموا أن هناك 3 أقوال فقهية تتعلق بصيام الأيام 6 من شهر شوال. عندنا 3 أقوال فقهية تبين كيفية صيامها. القول الأول، إيش يقول أصحاب القول الأول؟ يقولوا: يمكن لمن كان عليه دين صياما أن يؤديها مع قضاء الدين، شريطة أن يقدم نية الدين قبل صيام 6 من شوال، وأن يسأل الله ألا يحرمه أجر صيام 6 من شوال. انبسط القول، يعني أنت في رمضان تعبت ومرضت، أو مرأة عندها عذرها فترة يوم أو يومين أو 3 أو 6، ثم بعد رمضان تريد أن تصوم 6 من شوال. إذن ذكر أو أنثى، رجل أو امرأة، تجم تقرن في النية، نية صيام الدين متى رمضان ونية صيام السنة 6 من شوال، تقرنهم، ويجوز ذلك هذا القول، لكن بشرط أن تقدم نية الدين. مش تقول؟ تقول: اللهم إني نويت صيام دين رمضان، وأسألك يا الله ألا تحرمني من أجل صيام 6 من شوال. هنا قرنت النية ويجوز هذا، ويمكن أن يؤجرك المولى على ذلك. القول الثاني يخياني، إيش يقولوا أصحابه؟ يقول القول الثاني: أن يصوم المؤمن 6 من شوال ثم يقضي دينه في باقي أيام السنة، وهكذا كانت تفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. القول الثاني يقول لك: توا شوال ما يسناش، صوم 6 أيام تشوال السنة، والدين بتاع رمضان أجله بعد شوال، بقية الشهور الأخرى 10 شهور في يدك تجم تصوم فيها دين رمضان. والسيدة عائشة، وهي السيدة عائشة كانت أكبر فقيها في المدينة المنورة، كان يعود لها الصحابة فيسألونها في المسائل الفقهية، كانت تفعل هكذا: تصوم في شوال 6 أيام من شوال صيام السنة، ودينها بتاع رمضان بتأجله لبقية الأشهر. القول الثالث، يرى أصحاب القول الثالث وجوب قضاء الدين أولا ثم صيام 6 من شوال. هذو أصحاب القول هذا يقول لك: لا، صوم الدين هو الأول، كمل الدين وبعد صوم 6 من شوال. وهذا القول خياني هو يعد هذا القول الأشد والأضيق، وأصحاب هذا القول لا دليل لهم عليه سواء من السنة أو من الكتاب أو من الإجماع. خياني هذه 3 أقوال، ولكم أن تصوموها كما شئتم، متجمعة متفرقة، تقرنون نية الدين وصيام السنة، أو تقدمون صيام السنة وتؤخرون الدين إلى بقية الأشهر، أو القول الثالث هو أشد ولا أنصح به. في هذا القدر الكفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.